ماذا وجد من فقد الله؟ إن لم يكن بك غضب علي بس يا رب فلا أبالي، ليكفي بس إن أنت في كنف الله وراضي بعطاء ربنا ليك. فاكرين القصة اللي كنا حكيناها قبل كده؟ حكيناها تقريبا في الموسم الثاني، لما سيدنا عروة بن الزبير أصيب مرض في رجله، فقرر الطبيب أن تبتر الرجل. فلما انتهى الطبيب قال استنوا طبعا لما صلي وإيه وتوني سجدت اقطعوها، اقطعوا رجلي وأنا بصلي، فقطع رجله. فقالوا يا عروة عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ابنك، ابنه مات الحصان رفصه ورجله. فقال إيه؟ أما رجلي فأعلم ما بها وأدرى ما حدث لها، خلاص أدى الله سبحانه وتعالى وجزء مني إن شاء الله سبقني إلى الجنة، وأما ابني فماذا حدث له؟ إن ابنك صعد على سطح البيت فانزلقت رجله فسقط فانكسر فمات. فرفع عروة يديه بس قال إيه؟ اللهم إن كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة فلك الحمد والشكر، وإن كان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وإن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت فلقد أبقيت. فجي واحد كفيف، رجل كفيف البصر، مشوه الوجه، لأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فلما رأى حاله ولم يرى عليه شيء من علامات الجزع أو إن اللي فيه ده، سألوا سبب مصابك إيه؟ قال يا أمير من كنت كثير المال والعيال، فبتنا ليلة في واد فداهمنا سيل جرار جال علينا سيل من المية، فأذهب كل مالي وولدي إلا صبيا وبعيرا، فضل عيل واحد بس وبعير واحد بس اللي معي، فندى البعير هرب يعني والصبي معي، فودعته وتبعت البعير لأمسك به، فعدت فإذا الصبي برأس الذئب واسكى بطن الصبي قد أكله، فتركته خلاص ابن الذئب كله، وتبعت البعير بحثا عنه فلم أجده، بعد عناء شديد وجد البعير وجدته، فلما اقتربت منه رمحني ضربه في وجهه وأذهب بصره خلاص بعينه راحت، فأصبح بلا مال ولا ولد ولا بصر. فقال الوليد اذهبوا به إلى عروة بن الزبير بن العوام ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه. هي الطمأنينة إيه؟ اللي هي عبارة عن إيمان في قلب قلبي، إيمان، وهو ده إن ربنا يرزقني الطمأنينة في القلب بقدر الله. إيه قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى عندي طمأنينة بقدر الله الخير والشر، ركن أساسي على فكرة من مقتضيات الإيمان. العبد العاقل بيدرك إن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان، فمن رضي فله الرضا وأمر الله نافذ، ومن سخط فعليه السخط وأمر الله نافذ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. العبد ساعات كثيرة جدا مبقاش عارف من أين يأتيه الخير، الخير أحيانا يأتي في صورة شر أو محنة أو ابتلاء أو كارثة أو أمر صعب على النفس، ولكن بيقين القلب ورضا ربنا سبحانه وتعالى أن راضي رب عن فعلك ينجيه ربنا سبحانه وتعالى. وكمان بتكون في عطايا وهبات من الله سبحانه وتعالى في قلب المحنة دي. أحيانا يأتي الإنسان لابتلاء عشان ينال درجة عند الله، والله ما كان ينالها العبد إلا بصبر على هذا الابتلاء. والعبد عندما يقع في بعض الأزمات بيكسر اللجوء إلى الله عز وجل، فيجد إيه لما أرجع لربنا؟ حلاوة، ألاقي طعم حلاوة الإيمان في القلب وفي الجوف. أولا لازم نفهم ونعي بقلوبنا وعقولنا ان الجزع او السخط او التسخط على الامور او عدم الصبر مش هيدفع البلاء، مش هيغير المصيبه، بل بالعكس يزيدك ويزيدك ذنوب لانك ساخط عن الله، ويزيد الالم اللي في نفسك لانك خلاص عمال تبكي على الاطلال وما زال امر الله نافذ. يبقى مجرد بس ان انا احس بالطمانينه او السعاده في مواطن الاقدار، يبقى مش الحل هو الجزع والصراخ والشكوى. عارفين مصيبة الشكوى انك كعبد كارثة، كأنا عبد لله لما بتسخط كأني بشتكي ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله اشتكي الله عز وجل لعباد الله والعياذ بالله. فالشكوى لغير الله مذلة. الا اذا كنت طالب نصيحة او دفع ظلم عنك او انك تلمس الطريق الصحيح اعمل ايه عشان بس نعرف ناخد قرار صحيح. كمان في حديث جميل قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا معايا الحديث الجميل ده، مثل المؤمن كمثال الزرع، ايه الزرع فيه؟ لا تزال الريح تميله
تميل وتحركه كده يمين وشمال، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء مثل، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز ثابته ما تهتزش لحد حتى تستحصد من الأرض، تيجي ريح تشيلها كلها. ليه؟ ما هو الساب مش راضي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني جذوع الزرع في الأرض المتجذرة دي لما تيجي الريح وتعملها أملتها، تطرحها شوية تجدها كده، لكن ما تكسرهاش ما تسقطهاش. ليه؟ صابر راضي، تعدي المحنة ونرجع تاني مؤمنين بالله.